بدأت في عمان الاجتماعات التحضيرية للجنة الأردنية السعودية المشتركة في دورتها الخامسة عشرة برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووكيل وزارة النقل لشؤون التخطيط السعودي المهندس فيصل الزبن وتبحث اللجنة تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصحة والدواء والسياحة والزراعة والطاقة والنقل، وتسهيل العبور بين البلدين، وتسهيل منح تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الشقيقين، والذي بدوره سيساهم في وضع قاعدة عمل ينطلق منها القطاع الخاص الأردني والسعودية بما يؤدي إلى تعزيز الشراكات التجارية والمشاريع الاستثمارية. أمين وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي قال إن هذه الاجتماعات تأتي كترجمة للعلاقات الثنائية التاريخية الراسخة والمتينة والتي وصلت في البلدين إلى أعلى مستويات التوافق السياسي والاقتصادي اليوم بدأت بحمد الله افتتاح أعمال اللجنة الفنية الأردنية السعودية المشتركة في دورتها الخامسة عشر تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدا فاللجنة ستعقد اجتماعاتها على مدار اليومين خلال هذه اللجنة سيتم بحث كافة سبل وأليات تعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات لا نتحدث فقط عن المستوى التجاري والاستثماري بل نتحدث على الأمور المرتبطة في التعاون التجاري مثل النقل والزراعة والجمارك والدواء وأيضا الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وغيرها العلاقات اللي تربط البلدين هي علاقات تاريخية علاقات متجذرة علاقات استراتيجية علاقات قديمة بدأت من ستينيات القرن الماضي من خلال الاتفاق التجاري الموقع، حجم المبادلات التجارية كما ذكرت في الافتتاح هي الشريك الأول للمملكة الأردنية الهاشمية. بحجم مبادلات زاد عن 5.4 مليار دولار امريكي فيما يخص الاستثمارات تعتبر السعوديه من اوائل الدول استثمرت في المملكه ما يزيد عن 10 مليار دولار امريكي حجم الاستثمارات السعوديه نتطلع خلال هذه الاجتماعات ان يكون هناك مزيد من اليات التعاون بين البلدين بما يحقق المنفعه لكل الشعبين وعقب افتتاح الاجتماعات بدات اللجان الفرعيه بعقد اجتماعاتها لبعث التعاون في المجالات الاقتصاديه وغيرها محمد الفائز الحقيقه الدوليه